لم يسبق أن مرت إسرائيل بمثل هذه المظاهرات الضخمة، كل يوم كل يوم تقريبا. قبل يومين كانت أكبر مظاهرة في تاريخ الكيان الصهيوني، الذين يطالبون هذا الأحمق نتنياهو بالاستقالة وبضرورة إبرام صفقة بأسرع وقت لاسترداد 120 رهينة أو أسير إسرائيلي لدى حركات المقاومة الفلسطينية في غزة. وأنت طبعا تعلم أن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يفعل ذلك ولا يريد أن يستجيب، ولكنه في النهاية سيرضخ، لأن هذا الرجل إما أنه سيقتال وإما أنه سينتحر، لأنه يعلم جيدا أن السجن في انتظاره، وهو يعمل ذلك لثلاثة أسباب: أسباب سياسية، أسباب حزبية، والأهم من هذين السببين أسباب شخصية تتعلق به هو، لأنه هو مطارد من قبل القضاء بعشرات، بالمناسبة بعشرات الدعاوى القضائية. نعم.